هنا إربد، هنا مدينة عرار، مدينة الأهل الطيبين، مدينة العلم والتنوير والترحاب. هنا ملتقى القرويين التي كانت إربد لهم الحلمة ولا زالت، فهي نافذتهم إلى العالم. أما تلها فهو شاهد حضاري على بيوت عريقة وحراك قديم وحديث. هنا المضافات القديمة والسوق والأيدي البناءة والأهل الطيبون. صباح الخير من الشمال إلى كل بقعة من بقع هذا الوطن الغالي. صباح الخير لكم جميعا من إربد، من تل إربد بالتحديد. هذا التل الذي يحمل ذكريات كثيرة لأناس ونساء ورجال عاشوا فيه وخدموا فيه هذا الوطن بكل ما يستطيعون من وقت ومن جهد ومن قلب صادق. هذا اليوم نحن معكم من تل إربد، تحديدا في ديوان الكريزم اللي رح نعرفكم على الكثير من الذكريات فيه وعلى الكثير من الناس الطيبين اللي بيشتغلوا لإعادة إحياء هذه المدينة وتراثها تحديدا. صباح الخير لكم جميعا ويا هلا فيكم. وفي الحديث عن ذاكرة المكان نعود إلى 140 عاما إلى الوراء، نعود إلى الكثير من الذكريات، نعود إلى أشخاص طيبين سكنوا المكان وكان لهم الكثير من الذكريات والكثير من الأحاديث الذين يقصونها للأحفاد. البيوت التراثية في إربد تشبه بعضها البعض من حيث الجماليات ومن حيث المقتنيات أيضا، وأكاد أقول أن البيوت التراثية في إربد أيضا تشبه البيوت التراثية في السلط، في عمان، في الكرك، في الكثير من محافظاتنا الجميلة، بكل منها خصوصية ولكنها بالنهاية تحمل دم إنسان واحد، الإنسان الأردني. مررنا في البيوت تحدثت لنا جدرانها عمن سكنها، عن أرواحهم، عن أحلامهم، وعن عشقهم للوطن. احنا في وسط إربد، قلب المدينة القديمة. كانت إربد قرية عبارة عن 500 متر ب 500 متر غربا مبور المكنشت، حدودها كأرض تمتد يعني قريب من البارحة، شمالا مبور المرقي ومنه كرم علي النيازي، شرقا عمارة الدكتور أحمد الشرائري وكان أحمد المحايري وكان كذا يعني عدة دكاترة، ثلاث دكاترة كانوا مشهورين، جنوبا الجامع الغربي والشرقي، في شارع الحصن كان بناء الدار رشيد العايد حجازي فقط لا غير، وبشارع الهامي كان مسجد الهامي وعبارة عن أربع خمس دور على نفس الشارع. شارع الرشيد كان من عند مجمع الغور اللي هو البركة القديمة، البركة الرومانية، ما كانش مجمع، كان بركة. هاي حدود إربد من الأربع مناطق. التفاصيل هنا تدهشك، فالزائر إلى هذا المكان لا يستطيع أن يشيح بصره عن روعة المعمار ورقة المشهد الداخلي لكل بيت قديم. أهلا وسهلا بكم في ديوان كريزم بيت إربد التراثي. حقيقة إجت مبادرتي هاي لوجودي بمنطقة تزخر في مناطق تراثية قديمة في إربد، كنت أمر على هاي الأماكن أوجد فيها إنه هاي الأماكن يعني تفتقر للمواد التراثية. في عندنا هون مثلا عندنا منطقة السرايا، في عندنا بيت النابلسي، بيت عرار، فهاي الأماكن يعني كانت موجودة تقتصر على مكاتب وأماكن يعني لا يعني يوجد فيها شيء يرمز للتراث بشيء. فحبيت إني أنا أجمع مقتنيات قديمة تعود لتراث وتاريخ إربد. يعني احنا لما نجي نقول تاريخ إربد، تراث إربد يزخر بمواد ومعدات تراثية قديمة، الأصل انه احنا نحافظ عليها. بلش مشروعي طبعا انا مع الأستاذ أكثر من لمع مؤسسة تعايش بمشروع صور لإربد القديمة. اتطورت الفكرة عندي لموضوع انه نبدأ نجمع عدد تراثية
لحرف ومهن قديمة قامت على أعتابها مدينة إربد. فبلشت أجمع من الناس وبلش مشروعي يبدأ أني جمعت من اللي اشتغلوا بالفراء، جمعت اللي اشتغلوا بالنجارة، جمعت من اللي اشتغلوا بالتصوير، جمعت من اللي اشتغل بالدقجي مبيض نحاس، وبلشت أكتب عن هاي الأشخاص. طبعاً كتبنا عن الصحافة، كتبنا عن الثقافة، حصلت على مجلدات صحفية من عند الأستاذ عدنان نصار. طبعا هاي كانت مواد باكورة أعماله، جمعها خلال فترة عمل سنوات طويلة وتبرع فيها للديوان كريزن طبعا مشكور. جمعت عدة مواد وعدد حرفية قديمة للزراعة والصناعات اللي خلينا نقول كانت منتشرة في المنطقة هاي. جمعت مواد بتعود لبنائين كانوا يشتغلوا مهنة البناء. فهاي الأشياء ساعدتني طبعاً إني إيش أثري المكان في موجودات أو خلينا نقول هاي نكتب عن هاي الأشخاص. فكان جميل إنه يعني تكون هاي الموجودات المكان. بلدية إربد طبعاً مشروع في مشروع تطوير وسط المدينة، يعني كل الشكر طبعاً جلالة سيدنا إنه أوعد قبل عامين لدعم إكمال هذه الدراسة، مولنا بمليون دينار وطرحنا هذا العطاء وانطرح على مكتب استشاري في عمان وشغالين متقدمين فيه. هذا الدراسة هاي راح تحيي وسط المدينة كامل، إن كان من أسواق أو مسارح أو مراكز ثقافية، اللي أهل إربد يرجعوا إلى الوسط مساءً. مش هذا مهجور وللأسف هذا الوسط، كثير من المباني التراثية جاي المبلغ نحن موجودين فيه. بلدية إربد استملكت اللي هو بيت الشراير المعروف، بيت النابلسي، بيت ممدوح جمعة، هذه مباني تاريخية وقديمة إلى عبقها التاريخي يعني، استملكتهم بلدية إربد. حاليا إحنا في صدد استملاك ثمن مباني قديمة، هن آخر ثمن مباني قديمة. إن شاء الله أن التمويل يعني قاعدين نسعى على تمويل هذا عن طريق منظمات أوروبية، عن طريق بعض المنح. فإحنا في مرحلة تفاوض استملاك هذه البيوت للحفاظ عليها وحيادة وعادة إعادة صيانتها، إعادة ترميمها. من الناس اللي مرتبطة ارتباط كتير قوي مع وسط مدينة إربد القديم. اليوم حابة إني أحكي لكم عن مضافة ونحن موجودين بهذا المكان اللي روحه عم تحكي، اللي فيه طابع اللي هو بقدر ما أهمية المكان وقدمه من 120 سنة إنه انبنى، بقدر ما إنه كمان هذا المكان ناسه وأهله هم من أحيوا هذا المكان. فالإنسان هو من يحيي المكان. نتمنى دائما من كل أهالي إربد، من كل أهالي كل مدينة موجودة ومحافظة في مملكتنا العزيزة، إنهم هن من يقوموا على إحياء المكان. بقول يسكنوا في عمان الملك الإنسان عبد الله ابن حسين حبيب الملايين، إسلام ومسيحيين ومن كل البلدان، يسكن في القلوب عبد الله المحبوب حبيب كل الشعوب وعلى مدى الأزمان، قدرة واقتدار عمرنا هالدار وخلى الأردن جنة وواحة استقرار، بالشدة والرخاء والليلة الظلماء يتفقد الفقراء من أبناء الوطن. يجعلك المشهد تدرك كيف تشكل وجدان عرار وأصبح شاعرا، وكيف أصبح الناس هنا يميلون أكثر للجمال وللرقي ولنهل المعارف.